قطط، يعني الناس اللي بتربي قطط في البيت عارفة ان شعر القطط ده موجود في كل حتة على الكنبة. صباح الجمال على كل العرايس والبنات اللي بتجهز، شكرا جدا على تعليقاتكم الحلوه على فيديو مشترياتي من ايكيا، ومبسوطه قوي من تعليقات البنات اللي قالت لي شكرا يا ياسمينه، وانت بتقول لنا على النصايح والكلام بتاعك فادنا قوي واحنا بنشتري حاجات واحنا بنجهز حاجات. هي شكرا ليكم جدا، دي مهمتي ان انا هنا انصحكم بالحاجات اللي ايه اللي تجيبوها، الحاجات اللي ما تجيبوهاش اقول لكم على التجارب بتاعتي، وايه بقى قصه المتريليوز اللي معايا ده، لا ده مش متريليوز انا هشرح لكم ده ايه. كل يعني احنا ايه كل ما بنعيش في حياتنا كده بنجرب حاجات بتطلع حلوه حاجات بتطلع وحشه، ده كده حاجه جميله جدا اكتشفتها وساعدتني جدا جدا في البيت. قبل ما نبدا الفيديو كده يا ست الكل، لو انت مش مشتركه تنوريني وتشتركي، واللي مش دايسه على الجرس دوسي على الجرس، هيظهر لك كلمه الكل او قول دوسي عليه عشان تشتركي وتجيلي فيديوهاتي الجديده. ويلا بينا على الفيديو اللي باذن الله هيعجبكم جدا. دي ايه بقى يا ست الكل؟ دي مكنسة كهربائية يدوية هتسهل عليكي جدا جدا في البيت. انا كنت شفتها على اللي هي القنوات، عارفين اللي هي الاجنبية وقنوات الروتين التنظيف والحاجات دي، شفتها على القنوات الاجنبية وشفتها كمان على القنوات المغربية. وطبعا انا عارفة ان المغاربة بقى يعني الستات كده ما شاء الله عليهم نضاف ويحبوا كده الدقة والحاجات دي، فانا ايه دورت عليها وسبحان الله الحمد لله والشكر لله ربنا وفقني ان انا لقيتها في المرشدي فرع الشيخ زايد. هي ماركتها بلاك اند ديكور، هاتوا انتوا اي ماركه تحبوها، هي دي اللي انا لقيتها يعني ايه متاحه هناك، عجبني جدا شكلها. طب ايه الفرق بين ديت واللي هي ايه؟ هتقولي لي هي شبه اللي ممكن تبقى ليه مكنسه العربيه اللي بننظف بيها العربيه، المكنسه بتاعه العربيه بتتشحن على الشاحن بتاع العربيه، اللي هو مكان ما بنشحن كده الموبايل في العربيه، المكنسه بتاعه العربيه بتشتغل على الشاحن بتاع العربيه، لكن دي ليها شاحن خاص انا هوريه لكم وهشرح لكم ازاي بتشتغل. ديت كده سهله قوي ان انت تمسكيها، واكيد انا هحط لكم يعني في الفيديو طريقه استخدامها وازاي ساعدتني في تنظيف بقى ايه الادراج، الحتت اللي هي المزنوقه، مش عارفه حتت ورا الثلاجه ورا البوتاجاز، فاهمين انتوا الحتت اللي هي انت مش بتعرفي توصلي لها. طبعا اكيد اكيد في تنظيف الكنب والكراسي والحاجات دي برضو هتبقى حلوه قوي، سهله قوي ان انت تحطي كرسي وتقفي كده تنظفي الستاير، تنظفي البراقع، تنظفي البلتكنات، حتى اللي هي التنظيف العميق اللي احنا بننظفه مثلا ايه كل 6 شهور او حاجه. وطبعا بقى للستات اللي زي كده اللي هي بتحب تنظف فوق الدولاب طبعا ايه في ناس ايه بتعتبر ان دوت اوفر قوي وتنضفي فوق الدولاب، ليه؟ احنا بننضف اللي هي فوق الدولاب والحاجات دي عشان التراب ده بيبقى فيه حشره، التراب دي بتتعب صدرنا والناس اللي عندها حساسيه صدر. مثلا لو انا ايه طول الشتاء ما نضفتش وجيت على الصيف مثلا اشغل تكييف او اشغل مروحه، التراب اللي بيبقى في المزانق وفوق الدواليب ده تلاقي مع حركه المروحه وحركه التكييف كله بينزل علينا، وحشره التراب دي بتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي. فانا بصراحه كنت بدور على ده لان ايه انا دراعتي بدات توجعني بسبب المشاكل اللي في فقرات رقبتي وكده، فعايزه حاجه سهله ان انا امسكها تساعدني في ايه في التنظيف. فالحمد لله والشكر لله ان انا لقيتها، يعني ربنا يبارك لي. هي بمنتهى السهولة المكان ده كده بتدوسي عليه عشان ايه تعرفي تحركي يمين وشمال، اعمليها الزاوية اللي انت ايه عايزاها، اول ما تك كده خلاص. برضو هنا هي ايه يعني هي اصلا ايه البوس ده بيدخل جوه كده، يعني هي شكلها ده كده، انت عايزة تنظفي بيها كده اوكي، عايزة تطلعي هنا زي فرشة كده، بصوا يعني فرشة كده عشان ايه دي بقى لتنظيف الايه الكنب لو حاجه فيها شعر حاجات كده، عايزه تنضفيها كده تنضفي بيها كده اوكي، عايزه كده ده هنا بقى عشان ايه يعني ايه ده يدخل في الاماكن اللي هي ايه الصغيره، وهنا المكان ده بنفتحها من هنا عشان ننضف الفلتر، الفلتر بيطلع بمنتهى السهوله، عايزه هو هنا بصوا هو طلع بمنتهى السهوله، عايز بصوا
انا بس ايه قلت عشان ايه اوريها لكم، ده شكل هو الزغب اللي طلع من المزانق عندي والدراج والحرف بتاع الدولاب والحتت دي كلها اللي احنا ايه بنبقى مش عارفين ننضفه. سهله قوي ان هي بتفتح من هنا كده. هوريها، هسمعكم صوتها. ما شاء الله هي حلوه قوي. خلي بالكم بقى ان اي حاجه بيبقى ليها كذا اصدار، يعني دي في منها 3 اصدارات 10 و14 و16، ديت ايه ديت 14. المكان الشحن اهو، انا هوريكم الشحن. ده شكل العلبه، ده شكل العلبه بتاعتها. ده هو الشاحن، انتي بتحطيها على الشاحن بتتشحن تقريبا ساعتين وبتفضل ايه شغاله معاكي لحد الشحن ما يخلص. ادي اهو الشحن. انا عايزاك برضو انا هحط لكم في فيشه كده واوريها لكم. ده شكلها يا بنات، هو انا حطها على الشاحن. انا هحاول بس ايه، ادي الشاحن بتاعها، بتحطيه في اي مكان بتحطيها، بتشحن تقريبا يعني ساعتين ثلاثة. مفروض ان هما لما انا بس مش موصله الكهرباء بيبقى اللون ده ازرق، او اللون الازرق ما يروح تبقى هي كده خلاص شحنت وجاهزه للاستخدام. بتستخدميها لحد بقى ما تيجي تشغليها كده ما تشتغلش، يبقى هي كده محتاجه تتشحن تاني. على فكرة يا بنات الفلتر بتاعها بيتغسل عادي، يعني بنطلع الفلتر كده بننفضه او نغسله بمية، لان هو الفلتر زي البلاستيك كده، فبيتغسل بمية ويتنشف ونرجع نركبه عادي ونستخدمه. انا نسيت يا بنات اقول لكم على السعر، لان انتوا اكيد هتسالوا على السعر. المكنسه دي كان سعرها 2400 جنيه. هتلاقوها بقى في المرشدي، في كارفور، بيتك. هي بصراحه عمليه جدا. الفرق ما بينها وما بين مكنسه السياره ان مكنسه السياره بتتشحن على الشحن بتاع العربيه، لكن دي بتتشحن بشاحن خارجي. وممكن اننا نجيب ديت، ما نجيبش مثلا مكنسه للسياره عشان ننظف بيها، وبتتشحن وبتستخدميها ان انت بقى تنضفي بيها العربيه، البيت، اي حاجه، وهتبقى مفيده جدا لانها قطط. يعني الناس اللي بتربي قطط في البيت عارفه ان شعر القطط ده موجود في كل حته، ستاير وفي كل حته، فهي هتبقى مفيده قوي للناس اللي بتربي القطط ده، عشان شعر القطط نشفطه من على الكنب والستاير وكده، هتكون ايه عمليه بصوره اكبر. صباح الجمال على كل العرايس. بالنسبة للعرايس اللي سألتني على التجهيزات العرايس والحلل والحاجات دي، طبعا اول حلل انصح بيها اي عروسة تجيبها هي الحلل الاستانلس. يعني هاتي طقم استانلس حلو كده، عندك نوفال، عندك اللي هو كروكوماز، دول عندي وما شاء الله حلوين جدا، ولا بيلسع ولا حاجة، لان هو الارضية بتاعته بتبقى تخينه كده، فتمام جدا اللي هي الحلل الاستانلس ولبانه استانلس وكل حاجه. بالنسبه بقى ايه للجرانيت والسيراميك والكلام ده، انا ما جربتش اللي هي السيراميك خلاص، يعني عد يعني يعني بقى حاجه قديمه كده دلوقتي اللي موجود الجرانيت، وطبعا الحديد الزهر. طبعا الحديد الزهر المطلي دوت تحفه وممتاز ولا غبار عليه يعني، واللي عايزه تجيبه تتوكل على الله، بس هو ايه غالي شويه. طب ايه اللي متاح وممكن نجيبه؟ اللي هو الجرانيت. انا جبت الحلل دي من المرشدي، كان 4 حلل مقاس 24 و22 و18 وطاسه كمان، كانت ب 1000 جنيه بالظبط، 999. فبالنسبه للسعر ده حلو قوي، واستخدمتها هي يعني ايه مش ممتازه ومش وحشه، متوسطه للناس اللي ايه اللي عايزه حاجه ايه اقتصاديه كده، ويا ستي لما تاخد وقتها وتبوظ بعد 3 سنين ولا 5 سنين يبقى هاتي تاني. دي ايه ده الاربع قطع ب 1000 جنيه. ده كده المقاس ال 18، ده المقاس اهو ال 24 انا ايه هطلعه ايه استخدمه. والطاسه برضو استخدمتها لطيفه يعني ايه حلوه. هي اكتر حاجه باظت هي اللي هي الغطا بتاع الحله بيقشر يعني، لكن في الاستخدام حلوه، وما واستخدمتها في الرز حلوه قوي، فلطيفه.
طبعا انا عارفه ان كل الستات بتحب المقاطع بتاعه المشتريات. كنت امبارح في المرشدي فايه اشتريت كام حاجه كده، فحبيت اديكوا برضو فكره. المنظم ده لقيته لطيف قوي. بصوا هو ممكن يتحط فيه ايه اللي هي القناضر، اكسسوارات صغيره، الحاجات اللي هي بتاعه الخياطه، الخيط والحاجات دي، ادوات مكتبيه برضو، فلقيته لطيف قوي. وكمان علب الثلاجه دي انا جبت منها فلقيتها حلوه وبتقفل حلو يعني، وسعرها معقول، كانت تقريبا ب 25 جنيه. المنظم ده كان ب 12 او ب 15. وجبت كمان الستاند ده، بفكر ايه احطه هنا كده في الكوفي كورنر، عشان ايه انا عايزه اغير ده هنا كده واخد مساحه، وعايزه احط حاجات تانية، فهنقل الحاجات اللي هي بتاعت الشاي والنسكافيه والحاجات دي. ده هنا انا كنت جايبه من ايكيا الحامل ده بالهوك بتاعته كده، استخدمته هنا في المنطقه اللي عارفين اللي هي عند الحوض، عشان اعلق عليها بقى ايه المجات، الفرشه اللي بننضف بيها، الجوانتي، الحاجات دي. يا رب يكون الفيديو ايه عجبكم، ما تخليش عليا باللايك يا ست كل، واكتبوا لي في التعليقات لو عجبكم نوعيه الفيديوهات دي اعمل لكم فيديوهات زيها، وشكرا ليكم.